يا ساعة بكلمك ما بتردش ليه؟ اتعبت يا ابني نفسي خلاص. اتكلم يا ابني قول أي حاجة. الواد جن الجبنة لمسة أكتاف وسلفاتوري ده مش وسلفاتوري دمر الدنيا، والحاج حسن مصطفى جاب ما تبقى من الخراب. يا ليلة طين يا ليلة طين. قول يا ابني قول، قول يا حبيبي قول. أول حاجة جنش الراجل اعترف إن هو اتكلم بصورة غير لائقة مع كارتيرون في معسكر مباراة سيراميكا، بس هو قال لك هو اللي خلاني عملت كده، هو ما ادانيش مبرر لاستبعادي من المباراة، وقال لك أنا كنت باخد 5 مليون جنيه، أنا حصلت على 5 مليون جنيه من الزمالك، وفي لعيبة كانت بتحصل على 10 مليون، وقال لك لما العقد ما توثقش راح حطم ده عقد جديد، وقال لك ما خدتش مقدم للعقد، ما عملتش اي مشاكل، قال لك انا بدات في نادي الزمالك من 10 سنين كنت باخد 150 الف جنيه، وقال لك انا كل اللي اتكلمته مع كارتيرون ان انا كنت عايز اوضح له حاجه مجموعه من الحقائق، لكن هو رفض، وقال لك للاسف اللي بلغني بالرحيل مش اداره النادي، اللي بلغني بالرحيل احد الوكلاء، لقيته بيتصل بيا وبيقول لي ان انت خلاص مشيت من الزمالك وعايزك تمضي لي عشان سواقك في الانديه وبتاع، فقال لك طبعا دي المشهد ده زعلني جدا جدا، وما كانش ينفع اني انا اعرف برحيلي من عن طريق وكيل. اتكلم طبعا وقال لك اتمنى نجاح الزمالك الفتره دي، وقال لك علاقتي كويسه جدا جدا بجمهور الزمالك، وبالبلدي كده وصل لك رساله، يعني بيقول لك ان كابتنهم بيخاف من الصوت العالي وان هو بيرضخ لبعض اللعيبه. والله العظيم استنى كنت افكرك كداب، انت ما بتقولش حاجه كدبه خالص يا ولا يعلى. والله ليه يا كداب؟ ليه لا، انا فكرك انت ضمن الكدابين اللي قال عليهم، طلعت انت الصادق الوحيد. الله يخليك الله يخليك اصلك انت لما قلت كده على كارديرون جاي تاجر واونطجي، الناس قالت لك حتى علاقه عدم عبد الناصر اهو جنش اهو. لو المهم ايه، جمهور الزمالك غلبان، اي لاعب يشتم الاداره الجمهور معاه، يعني دلوقتي الجمهور كله مع جنش. اصل هم حاسين ان جنش اتظلم كمان، برضو تم تفريغ النادي من حارسين جيدين، تفريغ الفريق جنش ومحمد صبحي. طيب ماشي، مش عايزين ندخل في الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. تحت امرك، اتفضل اتفضل كده كده جنش يا جماعه فخرب الدنيا، ردوا ردوا، والجمهور الزمالك يعلن التضامن مع جنش، ردوا. نروح يا باشا سلفاتوري فلتابوري اللي احنا قلنا عليها الجاص لا مش سلفاتوري اللي اتكلم، امال مين؟ محامي تاني ايطالي مش سلفادور اللي اتكلم. امال اسمه ايه؟ لا استنى هجيب لك اسمه، لان اسمه سلفاتوري يا عم. ماشي سلفاتوري غيره، المهم لا الكلام غيره غيره يا حبيبي. ماشي غيره. اللي يعنيني ان الكلام ده اكد ان اللي قلناه ان سلفاتوري هجاص، سواء كان لا اتفضل اتفضل، طب انا اسمعك وبعد كده اديني فرصه. لا انا اقصد ان الكلام اللي اتقال بيثبت صحه كلامنا ايا كان مين اللي قايله، لان لما سلفاتوري طلع مع حميد وقلنا هجاص. تمام اتفضل. بس قول بقى الراجل قال ايه. لا هو سلفاتوري اولا مش هجاص، امال ايه؟ عشان بس نبقى متفقين. سلفاتوري الراجل مش هجاص، والمحامي الايطالي اللي اتكلم ده غالبيه قضيه الزمالك، قضايا الزمالك مش عنده، قضايا الزمالك عند سلفادورو، قضايا الزمالك عند يا ابني مين؟ عند الزمالك سلفادورو. الزمالك ملوش غير سلفاتورو بس يا علاء. لا الزمالك كان عنده محامي قديم، كان عنده محامي يا قديم حبيبي. استاذ لو عبد الناصر. سمحت لو سمحت، سلفاتوري طلع مع ابراهيم فايق، مش تصريحات، عشان بس نتكلم واحنا عارفين اللي طلع قال الكلام ده سلفاتوري مع ابراهيم فايق. سلفاتوري في زوري، سلفاتوري هو اللي طلع مع ابراهيم فايق. سلفاتوري ايه؟ ده انا بضحك بقول لك سلفاتوري في زوري. سلفادوري في زوري؟ ده افيه انا عامله. افيه افيه سلفاتوري، افيه سلفاتوري الايطالي اللي طلع مع ميدو هو اللي طلع مع ابراهيم فايق دلوقتي، مع اللي طلع مع ميدو طلع الان مع ابراهيم فايق. سلفادوري اللي طلع؟ ايوه يا طيب حبيبي. طب خلاص بقى، اصل في اسم جاي لي غير سلفادوري، بس انا بفتحه
انت بس تديني لحظه بفتحه عشان اتاكد اذا كان سلفادوري ولا مش سلفادوري. اسمه ممكن يكون غير اللي طلع مع ميدو، اسمه سلفاتوري تيشيفاني، محامي الزمالك في الفيفا. اسمه ايه؟ سلفاتوري محامي الزمالك في الفيفا، ده اللي طلع مع ابراهيم فايق. طلع مع ابراهيم فايق في جمهور الثالثه. فعلى قناه اون تايم سبورت. تمام 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 يا استاذ عبد الناصر. يعني انا فاكرها تصريحات الناس بتبعت دلوقتي بتقول لي طلع مع ابراهيم فايق، سلفاتوري كان مع ابراهيم فايق. حتى لو علاء نفكر تصريحات طلع مع ابراهيم فايق وقال الكلام ده. طبعا الكلام اللي وصلني ان الراجل اتكلم في الاعضاء على نادي الزمالك وقال لك ان الزمالك بيعمل مصالحات في بعض الملفات وبعض القضايا، وقال لك بعض المصالحات دي تمت بدون ما حد بلغني بيها ودون معرفتي بيها. قال لك كده ان المصالحات تمت بدون ما حد بلغني بيها، وطبعا هو يقصد مصالحه حمد النقاص. واتكلم وقال لك ان هو دلوقتي بيتواصل بخصوص قضيه باتشيكو، وان موضوع باتشيكو هو متواصل معاه، وهو كلم اداره الزمالك علشان تحاول تني مع المدرب، وقال لك لسه هيبلغوني بالموقف. ويتكلم برضو قال لك تحسين صوره الزمالك في قضايا الفيفا، واتكلم وقال لك مفيش تهديد بوقف القيد في قضيه لشبونه. طبعا هو يقصد قضيه لشبونه الخاصه بمحمود عبد الرازق شيكابالا وفلوس لشبونه. قال لك كلام ان في تهديد بوقف القيد بسبب قضيه زبورتك لشبونه، لا ده مش موجود. وقال لك وهم متواصلين مع زبورتك لشبونه وعاملين جدوله للمديونيه وبيسددوها بصوره منتظمه. وقال لك لسه عندنا 15 قضيه للزمالك، مجموعه ليها جلسات هنقدم فيها المستندات وهنتكلم فيها امام المحكمه الرياضيه، ومجموعه وصلت اقتربت من الحكم النهائي. الزمالك بيسعى عن طريق حلها عن طريق التسويات زي ما قال. وقال لك الاداره الحاليه بتتواصل معايا وعندهم سرعه في انهاء الملفات عكس بعض الادارات اللي هي، بص بقى هي دي الجمله اللي انا كانت مدوخاني. قال لك عكس بعض الادارات اللي انهت التعامل معايا وتعاملت مع الاخرين. عشان كده انا كنت فاكر هو مش سلفادوري اللي دخل، هما كاتبينه سيفالي، هو اسمه سلفاتوري سيفالي. ماشي اسمه سلفاتوري سيفالي، لا ما هو عشان جاي الاسم سيفالي فانا افتكرته ان هو لا لا هما بس قالوا اسمه واسم ابوه، بس ان احنا عارفينه سلفاتوري اول مره يتقال اسمه ثنائي. فبس هو ده بس اللي كان ملخبطني يعني. لا يا هو ده اللي كان ملخبطني. معلش يا حبيبي انت راجل برضه في النهايه زملكاوي، اللي بيحصل ده مش يلخبطك تطير المخ. والله العظيم الطلاينة دخلوا في بعض، سلفادوري وسيفالي، وانا قلت مين سيفالي ده؟ وهم اصلا كانوا جايبين قبل كده واحد اسمه بولينا، انا افتكرته. كانوا جايبين طيب. واحد اسمه بولينا برضه اتصاد. طيب خش طيب. على تصريحات الدكتور حسن مصطفى لانها كارثيه. لا دي لسه ما وصلتيش بصراحه على الدكتور حسن مصطفى. قال لك رئيسنا انا كنت بتابع تصريحات جنش وانت بترن عليا وكنت بتابع. طيب ماشي اخد رايك، ماشي ماشي عشان الوقت اخد رايك، اخد رايك اقولها لك واخد رايك، انا قلتها بس هقولها لك تاني عشان اخد رايك. ماشي الدكتور حسن مصطفى بيؤكد طبعا انفرادي اللي قلت ان هو راح البيت ومش عارف ايه. بص يا سيدي، حسن مصطفى في تصريحات ناريه رئيس الزمالك مش صاحبي، ايه اللي جاب دلده؟ قدمت دعوه للخطيب لانه صديقي منذ سنوات وهذا حقي، واللي يزعل يزعل، عيب الكلام اللي بيتقال. المهم انني افعل الصواب ولا اتعدى على حقوق الاخرين، لست صغيرا واقود الاتحاد الدولي الذي يضم 209 دوله، اذ لم يكن هذا اسلوبي الذي يعتمد على الوضوح فلا يمكن ان استحق ان اكون في منصبي. واداله القضيه في الحته الفاضيه. طبعا هو ادرى راجل بيقول لك ده من صاحبي وبيحكها يعني. ايوه لا ما هو ايوه ما هو الدعوات الحاج جمال الجرحي والكابتن محمود الخطيب. هو بالصاحبي بالصاحبي وانا حر يعني انا اجيب اللي اجيبه. وبيقول لك انا راجل عندي قدره اداريه كبيره وبدير وانا وبيقول لك انا اعرف هو كويس، انا ده اصحابي.
حسين لبيب مش صاحبي. ده بس هو الراجل ده، عشان هو بس شكله كده، شكله معبي قوي، شكله معبي. لا قوي مش معبي، مش معبي يا ابني، مش معبي. حسين لبيب بالنسبه للدكتور اسد مصطفى تلميذ من تلاميذه، والدكتور اسد مصطفى واخد موقف لانه هو ناصر هشام نصر. هشام نصر، بس الموضوع واضح. وحسين لبيب حب يكفر عن سيئاته، راح يبوس القدم ويبدي الندم على فعلته في حق الغنم. الراجل اداله الوش الخشب وما قابلهوش، فعشان كده الراجل واضح انت مش صاحبي، بس ادعيك ليه؟ يعني انا صاحب ابو عبد الله، واخد بالك؟ قبل ما يبقى صاحبك انا كنت ينفع ادعيك عند ابو عبد الله؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. لو جيت مثلا عجال، لا لا، وحاجه تانية، انت راح تبلط اصلا، مش راح تقعد لك يومين، انت بتقعد شهرين، هتجيب كمان معاك اصحابك. لا، وبعد كده في حاجه مهمه. نفترض دلوقتي جيت قلت لي زي ما انت كنت دايما تقول قبل ما يعرفك ابو عبد الله، يا عم خدني معاك مره، كنت اقول لك ايه يا عم؟ لا انا عمري ما قلت لك خدني معاك، دول ما حصلش. دول حياتك بتستنى. عمري ما قلت كده. انا قلت لك وانت جاي من السعوديه هات سبحه، هات سجاده صلاه. انا عمري ما قلت لك خدني معاك. طيب ماشي، بس عشان ايه؟ ماشي ماشي، دلوقتي بقي ابو عبد الله صاحبك تمام، وحبيبك وانت حبيبه. شرفني، لو شرفني لو طبعا. لو لو دعاك انا مالي؟ ينفع اقول له؟ طبعا صح. لا لا ما ينفعش، ده الراجل هيدعي لي في بيته. هو حر يدعي اللي عايز يدعيه، طبعا معاك حق. لاني اصلا حسين لبيب قال تصريح مش موفق ومش محترم لما قال لك ايه، انا اعتذرت عن عدم السفر كرئيس لنادي الزمالك ولكن لم اتلقى دعوه شخصيه. طب هو قال لك انت بس صاحبي؟ يا شكلك يا ساتر يا اخي، البني ادمين دول مش معقول يا جماعه، كله ضرب على القفا النهارده، مفيش شتيمه خالص. الرحمه في الحلقه اللي ما يحلمها غير ربنا دي، خد دي التانيه بيرد فيها على بنيه الدلدول. الدكتور اسد مصطفى قال لك عندما كنت رئيسا لاتحاد اليد المصري كانت اكثر مشاكلي مع النادي الاهلي، انا اهلاوي ولانني احب النادي الاهلي فلن اعطيه اكبر من حقه، انا شخص لا يجامل النادي الاهلي، نفسه لن يحترمني لو جملته، وانا احب الناس تحترمني. لن أكن أتصور وصول هذه الأخبار من مصر إلى السعودية، إنها حقائق أقولها لكم، ما عدا ذلك مزيف. عايز أقول لك يا دكتور حسن، كان لازم تكمل بعد كلمة مزيف وقلة أدب ومسخرة وناس نقصر باية، لأن أنت قيمة وقامة، ومن يتجاوز في حقك مش متربي، لأن أنت فخر لمصر الحقيقي. انت اهم من محمد صلاح من وجهة نظري، انت تفتح لك صلاة كبار الزوار ويستقبلك الملوك والرؤساء، انت يقال عنك المصري حسن مصطفى رئيس دولة كرة اليد في العالم، انت تاني اهم شخصية في العالم. انا بعتذر لك نيابة عن هؤلاء المعتوهين الذين ضللهم الغندور وامثاله، وخاضوا معركة كلها مبنية على الضلال والتضليل والأخبار الكاذبة. شوف الكلمة دي قال لك إيه؟ قال لك أنا حزين أن تصل هذه الأخبار من مصر إلى السعودية ويتداولها الإعلام وكأني أبنائي وإخواتي وأصحابي هم اللي بيحاربوني. يعني فعلا، وأنا قلت الكلام ده وبيأكد صحة كلام الدكتور أسد مصطفى، يا جماعة تبلي الدلدول ربنا ينتجم منه ويهده، اللي أنا عامل له مفاجأة هتطلع من لغليغه. لغليغه مين؟ هي هتدخل من حتة وتوصل للغليغه، مش مشكلة دلوقتي، ما تقلقوش ما تقلقوش، كل شيء بيتحضر وكل شيء تحت السيطرة، واديله القضية في الحتة الفاضية، وادي خدت القضية في الحتة الفاضية يا ابني بهية، حاجات كده بنعملها ربنا ما خلاص، الواحد كده بيعمل كل اللي في وسعه علشان خاطر ايه؟ ينهي على هذه الأشكال مفاجأة من العيار الثقيل في الموضوع ده. قال لك ايه؟ قال لك أتعجب أن يلتقي الزمالك برشلونة في أول مباراة وكأن الأهلي يدير الاتحاد الدولي. يا لا إله إلا الله، يا ابني القرعة معمولة قبل ماتش الأهلي والزمالك في السوبر، يا ابني القرعة معمولة قبل ماتش الأهلي والزمالك في السوبر، روح ربنا ينتجم منك انتجام عادل، انتجام عادل من عنده، سلك عريان يمسك فيك في يوم مطرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندك يا ابني أخبار تانية يا ابني؟ ايوه، عندنا
مباراة الزمالك بتاعت الإياب بقى بين تذكر وورد الذهاب هتقام يوم 16 من الشهر الجاري، بعديها يوم 22 هتلعب مباراة الإياب وهتلعب على ملعب برج العرب عشان بيصحى استاد القاهرة. عبد الشافي تعافى من الإصابة بآلام الركبة اللي كان بيعاني منها، الباشمهندس رزاق سيسي الحمد لله ربنا كرمه وجه مصر، والحاج رزاق سيسي بيعمل دلوقتي تدريبات تأهيلية، والزمالك قال لك حالته مطمئنة 100 100، وطبعا ملوش علاقة بمباراة تذكر هيكون لسه بيخضع للتأهيل، وطبعا سيسي عامل عملية في الركبة، وسيسي خلاص اتأيد في قائمة الزمالك وهيشارك مع الزمالك بصورة طبيعية الموسم الحالي. طبعا الزمالك فاز النهارده بالمركز الخامس في بطوله العالم للانديه لكره اليد، تغلب على نادي الوحده السعودي الشقيق 42 22، واللعيبه هتجري غدا اليوم بقى بلاش غدا اليوم مناسك العمره، وهترجع ان شاء الله للقاهره. وكان رجل المباراه الحارس كريم هنداوي. الزمالك لعيبته خضعوا لمسحه كورونا استعدادا طبعا للسفر لكينيا زي ما قلنا. ده كان اخر خبر معانا النهارده في نادي الزمالك. ده انا عايزك دلوقتي قدام الناس تقول مين اللي ضرب كاردرون ومحدش عمل له حاجه، شكلك بايخ. مين اللي ضرب كاردرون ومحدش عمل له حاجه؟ ايوه لان جنش فضحك. ايوه لا لا انا صراحه ما اعرفش مين اللي ضربه. لا يا دي انت يا دي انت. لا ما اعرفش مين اللي ضرب. يا دي انت اقول لا لا قوله لا والله. لا قوله بالحروف. لا والله ما اعرفش والله يا بيها. بص لا لو سمحت انت راجل تضلل للرأي العام مش امين. لا ما لا جنش فضحك اهو جنك فضحك اهو جنك فضحك. قال لو انا ضربت كاردرون فعلا ومعي ظهير اعلامي كان النادي وقف معايا وحصلت فعوة وحصلت على حقي، هناك لاعب ضرب كاردرون ولم يستطيع احد ان يفعل معه شيء. ايوه قال لك ضرب كاردرون دون ذكر تفاصيل. طب ماشي قول لنا اول حرف. اقسم بالله اقسم بالله انا ما اعرف والله مين اللي ضرب كاردرون والله. بس خلي بالك على فكره خلاص بدل في يا فندم بدل في معلومه ما تعرفهاش في الزمالك يبقى لا تستحق انك انت تكون خبير. انت هترجع. لا انا ماشي بقى بس في نقطه بس لا لو اكمل كلامي ما دام بيقع منك حاجه من الزمالك انت مش خبير. انت النهارده نزلت انت مش خبير. انت هتنزل لدرجه صحفي من جديد. الحمد لله وانا صحفي اصلا. الحمد لله خلاص مش هقول لك دي حاجه. دي حاجه مهمه بس عشان بس نبقى متفقين. ايوه ما فلحت غير تعرفنا ما وراكش كل اكمل واقول لك اسم واخد بالك وهو ما عملهاش. لا يا حبيبي ما قلت يا بي يا بي انا ما قلتلكش خمن انا بقول لك كيف معنى يا بي يا لا لو سيبني اكمل يا سيبني اكمل. ما ينفعك معلومه زي كده ما تنفردش بيها وجنش يسبقك. انت كده رجعت 3 درجات عن المستوى اللي انت كنت فيه. تمام مفيش مشكله الصراحه حلوه جنش جابك لمسه اكتاف. مفيش اي مشكله خالص مفيش اي مشكله خالص. وانت وانت عارف اول حرف منه شين. والله العظيم كلام خطير جدا اللي بيقوله جنش النهارده. يا لهوي انت جنش جاب الدنيا كلها كده لمسه اكتاف. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني فصل تليفونك ولا ايه؟ تليفونه فصل الله يخرب بيته. فصل شحن فصل شحن فصل شحن.